طبعاً الآن أبحث عن سيارة كلاسيكية، وببحث عن سيارة كادلك مثلاً، خلينا نقول موديل 1953. الحين أغلب يعني بتشتري سيارات أونلاين؟ في الآونة الأخيرة طبعاً هذا هو السورس أو المصدر الأكيد والوحيد. طبعاً الشراء أونلاين السوق فيه مفتوح كبير جداً. أغلب السيارات من فين؟ مختلفة أنحاء العالم، ما في مكان معين؟ الأغلب 95% من السيارات المعروضة في إيباي هي في أمريكا. لو نفتح على السيارة هذه اللي الآن هي في المزاد، الآن تدور وبعد 3 أيام و12 ساعة ينتهي المزاد. طبعاً متى يحمل المزاد؟ في آخر نص دقيقة. أنا ما أشتري إلا لما يبقى 17 ثانية، أحط الثمن الأعلى اللي أنا أبغى أدفع فيه، ودائماً يرسى علي ويرسى علي بسعر معقول جداً. الحين لما تروح زي كذا أمريكا دي المعارض أنت تستمتع جداً، ها؟ جداً. أنا لايك أكيد أنا كاندي ستور، كطفل في متجر حلويات، ما يدري إيش يأخذ وما يدري إيش يبدي ولا يدري، فيأخذ سلة كبيرة ما يدري أبوي حيدفع عليها ولا ما يدفع عليها. ما شاء الله، يعني بعد تقاعدك انك انت كرست جهدك وتركيزك لموهبة جميلة، السيارات الكلاسيكية. هل شفت انه مدينة الرياض مكان انه انت استطعت انه طموحك في السيارات الكلاسيكية تنفذه هنا وتطبقه هنا؟ نعم، لي طموحات وبعضها تحقق ولله الحمد بمساعدة بعض الأصدقاء والأحبة في الدولة. أنا كان حلمي أني أقيم أكبر تظاهرة وأكبر مهرجان للسيارات الكلاسيكية في الرياض، فهذا طموح ولله الحمد حصل، والآن الدورة السابعة قادمة في مهرجان الدرعية، وإن شاء الله كل سنة بعد سنة مهرجان الدرعية من أفضل إلى أفضل ومن أحسن إلى أحسن. الطموح الأخير وهو ما أتمناه هو إقامة معرض أو متحف كلاسيكي يسطر حضارتنا كأمة سعودية عانت وكافحت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من التقدم المعرفي والتقدم العلمي والتقدم السكاني والتقدم الإنساني كذلك. أنا ما بشتري سيارة كلاسيكية، لكنه أبركب معك كده سيارة ندور فيها. إيش رأيك؟ في الرياض. يشرفني يشرفني. ما شاء الله. تفضل. السيارة هذه ما هي سهل الدخول لها. نبدأ جولة؟ نبدأ. نبدأ. يلا. توكل على الله. بسم الله. سلام، هنبدأ رحلة البحث عن ليلى في شوارع الرياض مع سيارة ثندر بيرد. عام كم قلت دكتور؟ 1956. 1956. يلا بسم الله. بسم الله. هذه التجربة المميزة مع السيارات الكلاسيكية جاء دوري الآن، أنا حشغل السيارة. بسم الله. الله، صوت اطرب. يلا بسم الله.